إذا نصل معكم الآن إلى فقرة التواصل الاجتماعي التي تنقلها الزميلة العنود الصوري. أهلا بكم. المواقع التواصل الاجتماعي نستعرض لكم أبرز التداولات المحلية، ونبدأها معكم من تويتر ومن حساب شارقاتي للأخبار. استجابة لطلب الأهالي، مستشفى الجامعة بالشارقة يفتتح طوارئ الأطفال على مدار 24 ساعة. وفي تغريدة أخرى من حساب التثقيف الصحي بالشارقة، جمعية أصدقائي مرضى التهاب المفاصل تقدم فحوصات مجانية لسائقي الحافلات بمدارس الشارقة، وستشمل حملة الفحوصات المقبلة على ممرضات المدارس للحفاظ على صحتهم وضمان وقايتهم من الأمراض. وانتقلوا معكم مشاهدينا ومستمعينا إلى الإنستغرام، وفي اخترنا لكم صورة من حساب الشارقة للأخبار. وكالة الإمارات للفضاء تؤكد أن دولة الإمارات ما زالت في أمان من عملية سقوط القمر الاصطناعي الصيني على الأرض. وصورة أخيرة نستعرضها لكم من حساب دائرة الثقافة بالشارقة، يسر الدائرة بدعوتكم لحضور مسرحية كتاب الله الصراع بين النور والظلام، وذلك يوم الخميس القادم الساعة 8:30 مساء في المركز الثقافي بخورفكان. مشاهدينا ومستمعينا، ختاما بقي تذكيركم بمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم.